إذا للوقوف عند انتشار الاتجاه بالبشر والأعضاء في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، يعني بداية، كيف ترسخت جريمة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء بهذا الشكل بعد عام 2003 في العراق؟ قبل 2003 لم تكن هذه التجارة موجودة أصلا في العراق، كيف ترسخت دكتورة؟ السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. الذي رسخ هذا الـ هذا الـ الظاهرة السائدة حاليا في العراق، وهي التجارة بالبشر والأعضاء البشرية، هو عدم وجود حكومات وطنية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 لحد الآن. جميع الحكومات التي جاءت هي حكومات همها الأول والأخير هو الوصول إلى المناصب والاستفادة قدر المستطاع من هذه المناصب، وافتعال الأزمات وتنفيذ السياسات الخارجية والأهداف الخارجية في العراق دون النظر إلى مصلحة المواطن العراقي. وإلا لو كانت هناك دولة وكان هناك قانون وكان هناك نظام وكانت هناك سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وقوات أمنية همها الأول والأخير المحافظة على حياة المواطنين وعلى أمنهم وسلامتهم، لما تفشت هذه الظاهرة في العراق أو حتى ظهرت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق. وهذه العصابات التي لها صلات طبعا، وهي ليست مجرد عصابات محلية بل لها صلات دولية، نعم، مع يعني من يعني لهم بهذه التجارة ولهم من يريدون ان يعني ينتموا الى هذه العصابات من اجل الاستفادة والربح المادي. لم تنتهي عمليات خطف أو قتل الأطفال أو حتى قتل السجناء داخل السجون، عمليات يعني بيع الناس والاستفادة من يعني ما يمر به الفقراء من أحوال اقتصادية ومعيشية سيئة نتيجة الفقر وسياسات الحكومة. طيب دكتورة، في هذا الإطار لماذا لا يتم مكافحة هذا النوع من جرائم الاتجار بالبشر؟ هل هناك مستفيد من هذه الظاهرة دكتورة؟ لابد أن تكون لهذه العصابات يد طولة في العراق لكي تستمر بهذا العمل الإجرامي. لولا أن هناك مسؤولون متنفذون في الدولة ويحتلون مناصب رفيعة في الدولة، ومعروف الآن من يتقلد هذه المناصب من الميليشيات والأحزاب السياسية الحالية في العراق، والتي يعني مع الأسف الشديد التي تدعي الدين وهي بريء والدين بريء منهم، ويمارسون هذا العمل الشائن ويسمحون بهذه العصابات أن تتنفذ وتتفشى هذه الظاهرة في العراق بمثل هذه الطريقة الفجة، حتى أصبح حتى الذي ينادي بحقه في أنه قد تم سرقة أحد أعضائه يعني لا يتم الاستجابة له، ولا يتم حتى يعني انصافه وأخذ حقه، لأن المسؤول عن هذا الذي يجي في العراق هو أصلا هو المسؤول وهو الذي يدير هذه الدولة. ولذلك نرى أن هذه الظاهرة يعني لا زالت متفشية في العراق، ولا يوجد لحد الآن أي قصص أمل للحد من هذه الظاهرة. طيب دكتورة، نعم. كما تفضلتي يعني وقلتي أن الفقر يدفع بالعراقيين بالفعل إلى بيع أعضائهم، ولكن نلاحظ غياب نظام الحماية الاجتماعية الذي تتحدث عنه الدولة باستمرار، لماذا هذا الغياب دكتورة فاطمة؟ على العكس، يعني الحكومة هي التي تساهم في تدهور الحالة المعيشية للناس. من الفاسدون الذين يحتلون المناصب في الدولة، الذين يفكرون فقط في سرقة ونهب خيرات العراق وإيصال خيرات العراق إلى أيادي الأجنبية لكي يستفيدوا منها من إيران والميليشيات التي تتبع إيران في كافة الدول في المنطقة من سوريا واليمن. كل هذه الأمور
أدت إلى أن يصل الحالة الاقتصادية في العراق إلى هذا المستوى، وإلا أين ثروات العراق، أين خيرات العراق، حتى الحدود، حتى الحدود التي المفروض أن تدر على الدولة أرباح، هذه الحدود منفلتة، لا يوجد من يسيطر عليها، وبالعكس من ذلك يسمحون للعصابات بالدخول، يسمحون للأغذية الفاسدة، يسمحون للأدوية الفاسدة، ولكل شيء، لكل شيء مضر في العراق أن يدخل، ولا يسمحون أيضا دكتورة يعني ساهم الإفلات من العقاب في ترسيخ هذه الجرائم. لماذا لا يجري تفعيل قوانين صارمة تمنع الاتجار؟ ما الذي يمنعهم من ذلك؟ لأن المستفيدون هم المسؤولون في الدولة، فكيف يسمحون أو يعني يساهمون في أن يتم يعني استحداث قوانين تصب في مصلحة المواطنين وتقضي على هذه الظاهرة؟ الذين في السلطة هم المستفيدون من هذه الظاهرة ومن بيع أعضاء البشرية عن طريق صلاتهم بهذه العصابات، ولذلك لن يتم هناك يعني استحداث أي قانون أو تشريع أي قانون يصب في هذه المصلحة، أو حتى على الأقل يعني الالتزام بالقوانين المعمول بها أصلا في العراق، والتي تمنع المساس بحياة المواطنين، تمنع الأضرار بمصلحة المواطنين أو السرقة، لأنها تعتبر هذه نوع من أنواع السرقة. فكيف يعني يمكن لهذه الدولة أن نتوقع منها أن تقوم بهذا العمل ما دامت هي مستفيدة منه؟ الحقيقة هذا الأمر يعني يتطلب وجود شكرا يعني دكتورة. حكومة وطنية تسهم في هذا الموضوع. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.